شو اسمك؟ احمد. احمد من حلب انت؟ من حلب. دخيل عينك. الله 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 الله. انا اخذت لي عقلي بصوتك بالموال دغري، حسيت قد ايه انت عندك احساس عالي وصوت حلو. عنده دينه موسيقيه كثير كثير مهمه. دينه موسيقيه فظيعه. وانا كثير منبسط لما بشوف شباب بعمرك هيك صغار عم بيغنوا لاديب الدايخ ولصباح فخري الله يطول بعمره، يعني انتو امتداد لهالتراث الحلبي اللي لازم كلنا نحافظ عليه. برافو عليك حبيبي. انت بلشت تغني قد ايه كان عمرك؟ سنه؟ 5 سنين. 5 سنين بلشت تغني؟ ما شاء الله. لانه مبين لك بتغني شي 20 سنه. عاصي يمكن قال لك انك اخذت عقله بغناك الحلو، انا بقى انت اخذت قلبي بغناك الحلو، احساسك الحلو، انت صوت كله احساس، معجون احساس، فانت مبهر، احنا مبسوطين قوي 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 ان انت واقف قدامنا. شكرا. وانك انت موجود، ولازم تختار يا بطل. لازم تختار حدا منا تلاتتنا. قبل الفاصل. بالعراق مريضة. بأداء المحترف أدهش أحمد المدربين الثلاثة. أنا أخذت لي عقلي بصوتك بالموال دغري، حسيت قد إيه أنت عندك إحساس عالي. أنا بقى أنت أخذت قلبي. لازم تختار حدا منا تلاتتنا. واللي باقي عليه إنه يختار فريقه. أكيد عاصي. أكيد عاصي. حياة الله. أنا جربت ما أثر عليه. أحمد خلوف سحرني بأدائه، مطرب بكل ما الكلمة من معنى. أنا محظوظ كنت فيه اليوم لأحمد من الأصوات الفظيعة اللي موجودة معي.